نجيب الوعماري المدير الجهوي المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ذني تادي النظر. بطبيعه الحال بمزوارو لابد ان نشكل الوكاله المارتشيكا لانه استدعانا غض فعاضان غض ذني تاغا غالورشيه يتق خ البحيره المارتشيكا. الموضوع بطبيعه الحال هو لو شيما دو كويرونس تيريتوريال ولا ست مازيغت اجن مخطط التهيئه البحيريه ثانيتا استدعت غاس مار الشركاء مار يوداني تا يخدم خمار تشيكا مار غاجا النفوذ خمار تشيكا بطبيعه الحال رؤساء الجماعات الترابيه خمار تشيكا زيسن النظار بوعاك القاريه برينصار بطبيعه الحال ديني المؤسسه النغني الاداره يخدمن خمار تشيكا من بينهم الشين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الاتفاق يتغال ولا المختفق مرة وذان يحضان غال ورشية ثانيتا هو أنه النقطة الانطلاقة بطبيعة الحال ذي بمشانة ونيتا هو ذي البحيرة أو لا ذي الإيكوسيستيم ونيتا النظام البيئي المارتشيكا اللي خاص نحافظ خاص تسمى الموارد ذي سجن ذي تنتج تسمى دايرين تمليح حد زيت التلوث حد كذا إذا ما مش إذا داني تا الورشة ثانيتا إجا المناقشة ميخ تجا وني غادي تجاش المشروع أو لا المشروع يتوغي قال مكتب الدراسة تم الزوار 2012 أرير خو ما السيدة المديرة الجديدة ديوسين مارتشيكا مشكورة الفكرة تصبحت هو أنه استدعى ديوذان باش تخزار مرة الفاعلين هنا مو غاس نبو شن ملاحظات جديد مو غاس نبو شن تمسريين جديد ممكن تسمى نحسن زي المخططات يتغي جن زي وينات يجين نغاش 2012 اريرخو اذا يوذن الحمد لله النقاش تغث مليح يوذن مار شاركن لا رؤساء الجماعات الذي يوذن يديوسين مار اتفقن باللي ذين شان تمسرين بطبيعه الحال يخصص اعاده النظر ذي سنت وذين شان اقتراحات جديد من بينهم اقتراحات غاي جات تسمى اجن وقع سبحان توريزم مثلا ذين وذن اقترح مشاريع في نفس الوقت يعني مشاريع داخلين ديال السياحه البيئيه منهم مثلا الخلق اجن 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 متحف بحري ذيس ديزاكواريوم لانه رخون الشنغان غدانيتا المنتزه للطيور لما لا اذير اجن متحف بحري غاس لي زاكواريوم غاس لي زاكواريوم هذا يسن خرق ندير لي زاكواريوم هذا يسن خرق الانواع اللي سرماني جن دي مارتشيكا باش غا خسيرين اجن اشعاع باش غا سيرين اجن لانه متسنم في مسرين جن نربحار جبد انت دطاس لي توريست باش ديري باش تسمى المشاريع شنو كثينا ساهمت ذي التنميه المنطقه النظر وشكرا. احنا اليوم في اليوم الدراسي اللي كتنظمو وكالة تنمية بحيرة مارتشيكا واللي العنوان ديالو حول تهيئة وتعزيز التصميم التهيئة ديال مارتشيكا والتذكير فهذه الشركة أو هذه الوكالة قامت بتنزيل مجموعة من المشاريع اللي غيرت معالم المدينة نحو الأحسن وكذلك ساهمت في تعزيز التسويق الترابي من خلال مجموعة من المشاريع اللي ساهمت في التوافد خصوصا الجاذبية ديال المستثمرين وكذلك التوافد السياحي. وكذلك نذكر بأن الآن هناك انطلاقة جديدة على اعتبار أن هناك فريق عمل جديد وكذلك على رأسها مديرة جديدة اللي جت من خلال العرض ديالها كيتضح بأنه كاينة رؤية وكاينه افكار جديده من اجل تجويد هاد خطه التهيئه. وحنا متفائلين بهذا العمل هذا والهدف ديالنا هو انه يكون واحد التهيئه مجاليه مندمجه اللي تاخذ بعين الاعتبار مجموعه من القطاعات اللي يمكن تنمى في هذه المدينه هذه واللي تجعل من الناظور كبوابه لاوروبا وكذلك اللي تجعل الناظور كتموقع على الصعيد الوطني.